قام مجموعة من الموالون للنظام البحريني مما يسميهم الأهالي البلطجية في مساء يوم السبت الرابع من يونيو الحالي باقتحام قرية المعامير بسيارتين. يقومون بكتابة عبارات بذيئة وغير أخلاقية مسيئة للفئة الأوسع من الشعب البحريني ورموزها على جدار مسجد الشيخ حسين وعليل من البيوت. يقوم شباب القرية في فجر اليوم التالي بمسح تلك العبارات واستبدالها بعبارات أخرى كالشعب يريد إسقاط النظام.